السلام عليكم ورحمة الله، أرحب بكم في قناتي التعليمية. في هذا العرض سأتناول كيفية إنشاء رموز بهذا الشكل Extensible Arrows، الأسهم القابلة للتمديد حسب المحتويات المتعلقة بها، وكذلك وضع رموز فوق رموز أو أسفل رموز أو على جانبي رموز، وأيضا رمز الأقواس هذا الشكل أو هذا، وأيضا الفرق بين القسم باستخدام الكوماند فراك والقسم باستخدام الكوماند دي فراك. طبعا نستخدم في كل هذا two packages. الباكج الأول اسمه AMS Math، أما الباكج الآخر فهو Fourier. نبدأ الدوكيمنت ونكتب المعادلة التي تتعلق بأسهم من النوع الأول. هذه هي المعادلة، نضع هنا الحرف A ثم بعد ذلك X left arrow يعني سهم متجه إلى اليسار، و X هان يعني extensible المقصود فيها أنه يتمدد حسب الرموز الموجودة أعلى. ثم بعد ذلك نفتح أقواس ونكتب فيها ما نشاء من الرموز، زي مثلا N plus mu minus 1، وبعدين نضع فراغ، هذا كود للفراغ، بعدين نضع اللي هو الرمز B كما هو ظاهر هنا، ثم بعد ذلك ننشئ سهما آخر متجها إلى اليمين ونضع أسفله حرف T بهذا الشكل، نضع T بين القوسين يسموها square brackets. أما بالنسبة لما نريد كتابته فوق السهم فنضعه في أقواس curly brackets بهذا الشكل، ثم نضع الحرف C أو أي شيء نريده. طبعا هنا يجب أن ننهي الدوكيمنت، نقول end document ثم نعالج هذا الكود بهذا الشكل، نرى الناتج هنا. الآن بإمكاننا إضافة أشياء كثيرة، مثلا نقول له ثيتا، بيتا، أي شيء بلس 35 إم لنرى كيف يتمدد هذا السهم. نجد أنه تمدد حسب الحاجة، وأيضا بإمكاننا وضع تكست هنا، نضع تكست أي كلمة مثلا آرز أو أي شيء نضعها هنا فتظهر أسفل السهم، فبالتالي هذه شغلة مفيدة جدا، استخدم فيها فقط حاجتين X left arrow و X right arrow. وبإمكاننا طبعا الفراغ هذا نضع فيه مثلا أي كلمة أو أي حرف، مثلا نقول له gamma فيضعها في الأسفل، فشغلة مهمة وجميلة جدا. ننتقل الآن إلى كيف نضع رموز فوق الرموز. ففي عندنا اوفر سيت وفي اندر سيت وفي سايد سيت، فقط ثلاث اوامر، وكلها طبعا تاتي في سياق رياضيات. فمثلا عندي اذا اردت وضع 3 ستارز فوق الرمز اكس فاكتبها بهذا الشكل، استخدم الكوماند اوفر سيت وافتح الاقواس هذه واكتب بينها الاشياء المطلوب وضعها فوق الرمز اكس، ثم أفتح قوسين آخرين وأضع بينهما الرمز X بهذا الشكل، أحصل على هذه النتيجة. الآن بإمكاننا وضع أشياء أخرى غير الستارز، هذا ممكن تكست أو أي شيء، فممكن نكتب هان فيكتور مثلا، نقول له تكست أي شيء، المهم نستخدم over set. وهان ممكن تكون أي شيء مثلا X Y Z أي شيء، فبيضعه بهذا الشكل. والكود الآخر المستخدم لوضع كلمات أو رموز تحت الرموز هو underset، فالمسألة سهلة الحفظ وسهلة الفهم، underset A و B هنا فنكتبها فتظهر بهذا الشكل. ممكن نحط أي شيء هنا A plus D أو plus C فتظهر في الأسفل. هذه جيدة للمعادلات التي تحتوي على السيجما أو رمز الجمع، فممكن نستخدمها إن شاء الله، سأتناول هذا الموضوع بشكل منفصل. الآن بالنسبة للجوانب فممكن أقول كالتالي side set،
هنا اذا في اوفر سيت واندر سيت، وهنا الكوماند سايد سيت. وكما تشاهدون هنا نحتاج الى قوسين ثم قوسين، بين مجموعة الاقواس الاولى نضع هذه الاشارة sub مقصود بها تحت، والهات المقصود فيها فوق. فهنا نريد ان تكون A في الاسفل و B في الاعلى على الجانب اليسار كما يظهر هنا، وهنا نريد ان نضع C في الاسفل و D في الاعلى على الجانب اليمين، ثم بعد ذلك نحط اي شيء X او product او اي شيء فتظهر بهذا الشكل، او ممكن نحطها اي كلمة فبتظهر بشكل سريع. هنا اللي هو اشارة القوس بهذا الشكل فنحصل على هذا. طبعا هنا القوس غير جيد لانه ممكن استخدم لاشارة القوس في الدائرة او الارك اكثر من letter A B C مثلا فتظهر بهذا الشكل. لذلك هناك طريقة اخرى نستخدم فيها فوريه باكج اللي احنا كتبناه هنا فوريه باكج، فنعملها بهذا الشكل، نستخدم وايد ارك فبيعمله بشكل عريض ممتد حسب حجم ما بين القوسين فنحصل على هذا الشكل. وانا من وجهة نظري انه هذا اجمل، حتى في القوس لما يكون عندي فقط تو لترز فبيطلع ايضا اجمل ويكون اوضح في الطباعة. الان اخر شيء نكتب اللي هو افراك وديفراك. احيانا لو كان السياق في معادلة ديسبلاي فلو نعمل مثلا فراك نحط طبعا هان واحد واثنين بالشكل هذا، فما فيش اي مشكلة بيطلع العدد واضح 1 على 2. المعادلة هذه لو كانت في خلال التكست مثلا نقول له 1/2 زي هيك ونحط الدولار ساين فبيطلع لنا بشكل صغير صغير جدا. فكيف نعمل له ديسبلاي؟ المسألة انه بدال كلمة فراك نحط دي فراك، دي فراك معناها ديسبلاي فراك، فبنستخدم هذه نفسها نضعها هنا ونكتب هنا فقط دي بهذا الشكل، فنجد انه النص صارت اكبر. طبعا هذا ممكن احنا نستخدمه لاشياء كثيرة زي مثلا ام زائد ان هان، وهنا نضع ام زائد ان زائد كيو على سبيل المثال، او بي او اي شيء، الاحرف يعني صغيرة نوعا ما. اذا اردنا تكبير هذه الاحرف فبنستخدم دي فراك ام بلس ان، وهنا ام بلس ان بلس بي او كيو او اي شيء، فنحصل على هذا وبكون أفضل للقراءة وأوضح وأجمل. ممكن طبعا نكسر هذا السطر عشان نقارن بينهم بشكل جيد. التعبير السفلي أفضل من التعبير العلوي، وإلى اللقاء.